أول شيء بدنا شوية زيت نباتي، بدنا 6 صدور دجاج، معلقتين كبار كعك مطحون أو قرشلة مطحونة، بدنا 4 حبات بطاطا مقطعة مكعبات، بصلة، حبة تنتين توم، معلقتين حبتين توم، وبدنا معلقة كبيرة زنجبيل، بدنا 1/4 كوب من الكزبرة الخضراء، معلقة كبيرة الجرم مسالة، بدنا كمون، كركم، كزبرة، فلفل أحمر، حر وبودرة. تمام، بعدين بدنا 2 معلقة كبار رب البندورة، بدنا 2 حبات بندورة، 1 كوب لبن زبادي، 1 كوب مي، 1/4 كوب كاشيو مطحون، كزبرة خضراء، وبصل مقلي وكاشيو للتزيين. مبدئيا تمام. بلشت تحت الهواء بس اقلب البصلة فهيها طريت معي لانه بدي اياها شوي تدبل. نفس كمية البصل قسمتها على يعني على 2/2 عشان الباقي رح احطه جوا الكرات. اوكي، هلا نفس الشيء الزنجبيل والثوم رح اضيف شوي واخلي شوي برضه للكرات. تمام، انت رح تفرجينا كيف نعمل الكرات لانه في بداخلها برضه نفس الخلطة، بصل، ثوم، بالضبط، كزبره خضراء. اوكي يلا، هذا فهلا انا بدي ابلش بالصوص عشان رح احط البطاطا قبل تطرى شوي عبين ما نحضر كرات الدجاج. قولي احنا محضرين كرات بعدين نحطهم جوا. تمام، بس عشان افرجيهم كل شيء كيف. هلا بصل، ثوم، زنجبيل، هلا في عندنا الجرم مسالة، طبعا انا قلت لك كشميري بس ما بدنا نعقد الامور لانه هي اصلا كل مقاطعه بالهند او كل منطقه بالهند عندهم بهارات جرم مسالة بتختلف عن الثانيه، بس بالنهايه انتم جيبوا جرم مسالة اللي بتلاقوه يعني مش رح نعقد الامور. رح نحط هلا عشان تتحمص برضه مع الزيت والثوم والزنجبيل. في كثير ناس بيعملوها بالسمنه لانه الاكل الهندي عاده بيستعملوا الجي، بس انا ما بحب، فيعني هذا اختياري، اللي بحب يعملها بالسمنه اكيد بصير. حطينا بهارات الجرم مسالة، حطينا كزبره ناشفه، كركم، كمون، يا شو زاكي هالبهارات، في شيء ثاني حطيته وفلفل احمر حار بودره. اوكي اوكي، مع انها هاي الخلطه نفسها فيها متواجده بال احكي معي بنفس الجرم مساله، بس بنعزز النكهه اكثر. رجعتي عدتي من نفس المكونات لحالها. اضيف شويه زيت لانها بتتحمل هلا البطاطا. هلا البطاطا مع البصل والثوم، ماسك الريحه، ايوه، ونقلبهم شوي حتى تطرى معانا البطاطا. رح نقضيها فلفل وانا بعطيها، رح نقضيها تعطيس اليوم انا ورندا. اوكي، وهلا رح ننتقل للكرات. اوكي تمام، كيف بدنا نعمل التشيكن بولز؟ هلا انا عامله طبعا هون كميه اقل، ولكن انا بالبيت استخدمت تقريبا حسب يعني حجم الصدر 7 صدورة، انا كاتبه 6 وهنا في عندي 3، فحسب الحجم اللي عندكم. يعني هذا الجاط المليان كرات مستخدم فيه 7؟ هاي فيه 7 صدور دجاج. منيح يعني بيعمل. تمام اوكي، بدنا نرجع نحط باقي كميه البصل. بصلني لا ما فيها بيض. كركم، كزبره، فلفل حار احمر، كمون، والقليل من الجرم مسالة. هاي رح تخليها تغلي، بدك تغطيها ولا لا؟ خلص هاي بدنا نطفي عليها لانها غليت. خلصنا من هذول الثنتين، بس هلا هاي شوي، هلا بدنا نحط بذوره الدجاج اللي عندنا. بليز تاكدوا انه ما يكون في مي حتى يعني نكون منشفينها اذا دايبه الصدوره من الفريزر. هلا رح احط بذوره الدجاج رندا. اوكي، ورح نحط في ملح، توم هون، تومه وبصل، توم وزنجبيل وبصل والبهارات نفسها. رح نحط شويه ملح هون، ورح نحط شويه ملح تعرفي عشان يدي عليها فلفل. شو بدك؟ خليني احط الملح لحالي. هي ملح، نحط فلفل اسود هون وفلفل اسود عند رندا. ضلنا نحط شويه كزبره، هاي هي سر الاكل الزاكي. ايوه، وبرضه انا حطيت لها للي خلصت معانا كزبره. نحط عليها البندوره الطازه. ورح نقدر نحط عليها رب البندوره. ايوه تمام، ونحرك شوي، وبعدين بدي اضيف لهم لبن زبادي وشويه مي. ما فيها كثير سوائل هاي الاكله، ما بدي اياها مرقه كثير. اوكي، فانا بس بدي اساعد البطاطا هلا تطرى معنا عشان هيك حطيت السوائل. اوكي، عشان تهدى النار عندنا شوي. اوكي تمام، وبدنا شويه مي تقريبا يعني خلينا نقول 1/2 كوب لكوب من المي، يفضل تكون طبعا دافيه لانه كل شيء عندنا هون سخن. كفايه هيك، ما راح ازيد. هلا زي ما قلت لكم ضل بس نضيف اللبن الزبادي.
هلا رح اضيف عليها القرشله او الكعك المطحون تدريجيا لاشوف، يعني ما بدي اياها تصير طعمتها خبز، انا بس بدي اياها تبطل تلزق، يعني شوي تتماسك مع بعض، فضل احط عليها بس معلقه زيت هيك صغيره، اوكي معلقه زيت نباتي وشوي من القرشله، كفايه هيك بدنا نخلطهم مع بعض. شايفه هيك تماسكت معي ممتازه. اوكي وعندكم مشاهدينا خيارين، يا اما بدكم تقلوها بمقلاي فيها شويه زيت نباتي، يا اما بتحطوها بصينيه بالفرن مع التقليب، يعني كل 10 دقائق هيك تقلبوها على الشقتين، فبتزبط هيك وبتزبط هيك. مش رح نضيع وقت احنا طبعا، بس انا رح افرجيكم مبدئيا انه هالقد حجم الكره اللي عم بعملها. اوكي بنحضرهم كلياتهم، بنحطهم بصحن وبعدين بنقليهم بالزيت او نشويهم بالفرن. هلا بما انها غليت البطاطا معي تمام، بدي انزل اللبن، بس دائما لما بننزل اللبن نحرك تحريك مستمر حتى ما يكتل معنا. لبن زبادي عادي. شغله واحده ضلت، حطيت شوي من الكاجو اللي عندي اللي بدي احطه على الوش وطحنته عشان نحطه بالصوص برضه. حلو، بيعطي فليفر، بيعطي فليفر وبسمك لنا الصوص شوي صغير. بس حطيته بالكيس ودقيته دق، يعني مش شيء كثير. شكرا لمتابعتكم، وما تنسوا تشتركوا معنا بالقناة حتى يوصلكم منا كل شيء جديد.